سجرادا الانجولي واحد من الفرق اللي موجوده مع بيراميدز في مجموعته بالكونفدراليه، هيكون معايا الان عبر زوم المدير الفني لفريق سجرادا الانجولي روي سبيري. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير على الجميع وشكرا لكم على هذه الدعوة. بالتأكيد أسألك عن المجموعة اللي وقعتوا فيها في الكونفدرالية الأفريقية، شايف درجة القوة في هذه المجموعة عاملة إزاي؟ أعتقد أننا في مجموعة صعبة بشكل كبير، حيث يوجد فريق معتاد على الفوز بهذه البطولة ولديه خبرة به، وهو فريق الترجي التونسي. إنه فريق مرشح دائما للحصول على اللقب، ولكن نحن سوف نفعل كل ما بوسعنا، لا سيما واننا نعلم كل الفرق الموجوده معنا في هذه المجموعه، وان كان الفريق مالي هو الاقل معرفه، اقل الفرق التي نعرفها، وأرى أن الكل لديه فرص متساوية رغم الفوارق في الأسماء، والكل لديه فرصة في التأهل إلى الدور التالي. هل شاهدت بيراميدز جيدا الفترات الماضية؟ بيراميدز الآن واحد من أقوى الفرق اللي موجودة في مصر، لديه تشكيلة قوية جدا من اللاعبين الدوليين في منتخب مصر، هل شاهدت ليه مباريات في السابق؟ نعم، بيراميدز فريق لديه استثمارات كبيرة، ونعلم كيف تدور الأمور في هذا الفريق، وسوف نكون في مواجهته ونحن قابلنا من قبل فرق صعبة في مصر، وربما تكون أكثر صعوبة من بيراميدز سواء في مصر أو في أفريقيا. كل ما علينا هو أن نقوم بعملنا وأن نراقب خصومنا عن كثب لنعرف ما الذي سنفعله بالتحديد. وكما قلت، فإن كل مباراة لنا هي مباراة مهمة جدا، سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا، و مع احترامي للجميع كل الفرق بالنسبة لي متساوية، ففي أرضية الملعب الجميع يتساوى والجميع لديه هدف واحد، ومن يستطيع أن يحقق هدفه والهدف هو التأهل بالتأكيد، ومن يستطيع أن يحقق الهدف هو من سيكون أكثر تركيزا على أرضية الملعب. لذا فنحن لا نخاف من أي فريق في هذه البطولة، وكل فريق يدخل مباراته بحثا عن الفوز وبحثا عن التأهل. نحن أيضا لدينا نفس الطموح، ومن المهم لنا أن نكون مركزين في كل مقابلة، و أن نشاهد المباريات السابقة لفريق بيراميدز لكي نحدد الطريقة المثلى لمواجهته ومواجهة الفرق الأخرى في المجموعة. بالتأكيد نحن سوف نركز على هذا العمل بشكل كبير، وسوف نركز على أنفسنا أيضا. تجنب النادي الأهلي في دور المجموعات، النادي الأهلي حامل لقب هذه البطولة، شيء أراحك؟ Non, n'est pas possible pour éviter.
لا ينظر إليه بهذه الطريقة لأنك في وقت إجراء القرعة. Oui, monsieur, je vous entends très bien. s'il vous plaît. أسأل السؤال تاني. طيب أنا بسألك، هل تجنب النادي الأهلي بصفته حامل لقب هذه البطولة في بداية دور المجموعات ده شيء أشعرك بالراحة؟ Non, mais dans cette phase ou dans la question que vous posez, فيما يخص السؤال vous الذي posez, تواجهه الآن، ce n'est pas possible pour éviter. Mais لا يمكن الحديث، لا يمكن النظر si nous إلى regardons, par الأمر exemple, بهذا la valeur الشكل. des équipes, لا cela pourrait être un problème. Mais nous devons passer, لأننا لو nous كنا devons penser à التقينا nous. بالأهلي فإننا كنا سنكون قادرين على التسبب في مشاكل له، كما أن الأهلي بالتأكيد كان سيكون عقبة ومشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولكن في مرحلة إجراء القرعة فإننا نكون منتظرين أي فريق، ولا تجلس لتتمنى لتتجنب هذا الفريق أو ذاك، ولكن دعني أكون صريحا، من الجيد تجنب فريق مثل الأهلي ومثل سان داونز أيضا. والآن القرعة وضعتنا مع فريق بيراميدز، وهذا وبيراميدز لم يشارك كثيرا في دوري الأبطال من قبل، لذا فإنه سيتعين علينا أن نتعرف عليه، وهذا أيضا عمل صعب. وفي كل الأحوال هناك عمل عليك القيام به سواء كانت المجموعة سهلة أو صعبة. رؤيا سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي منافس بيراميدز في مجموعته بدوري الأبطال مع الترجي و جوليبا المالية، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.